عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في لقاء آخر مع استضافة لمبتدئ آخر اسمه سيمو ديابلو الذي لا يعرف شيئا على سكيرول ويتحدى نفسه وكبرياءه. لاحظوا أمام السيارات ماذا قد يفعل، إنه يحس بالخوف والخلعة كما ينطق باللغة المغربية. يخاف حتى من نفسه ومن الأرضية الجد جيدة والمناسبة للعبادة الرياضة، لكن هو يعتبر من أشد الأغبياء في هذه اللعبة، غبي بامتياز، لا يوجد ولا حركة واحدة في سكيرول في الرول بلاد. لاحظوا يعتبر على هذه اللعبة حيث دخلها منذ 3 أيام ولا زال يعاني ويقاسي، لم يتغير شيء لا في مشيته ولا في تكتيكه. إنه مبتدئ بامتياز. سيمو ديابلو أكبر المبتدئين في هذه اللعبة. لاحظ إنه لا يفعل شيء، فقط العجلة التي تقوم بحركته أرجوحية. سنترك الصورة تهبل وننتقل الآن. ماذا سأقول؟ لن أتكلم عن هذه التجديدات. المهم سيمو ديابلو رائع بامتياز، وبقي كل جماهير تضحك عليه. لو لاحظنا ابتسامة تلك الفتاة لوجدناها تضحك من طيب خاطر على حركاته البدائية، حركات صبيانية يد الطفل الرضيع الذي لم يتجاوز سنه الآن على 24 سنة، لا زال يلعب بألعاب الأطفال الصغار. انظر إعاقة، شوف يبدو كالمعاقين في لباسه لهذه السكيرال. إنه صراحة أسطورة، أسطورة بامتياز. السيمو حركة أيدي تدل على خبرة واسعة في مجال أكل الهرمكة كما نقول باللغة المغربية، يعني في لغتنا العربية هي نيل ما يمكن نيله من الضربات والأذى من طرف الغير. إنه ضعيف بما يكفي لتدفعه الرياح وتلقي به مكان غابر. انظر حركته بطيئة جدا نظرا لأن الرياح تأتي في عكس اتجاهه. اسمعوا صوت الرياح، رياح هاتية ويقاوم ويقاسي كما لو أنه في سيبيريا. إنه في المغرب فقط، في بلاد الرافدين، التشاروك، حي التشاروك الذي يعتبر من الأحياء الهمجية، وهو همجي آخر يقيم به. ينطلق على الرول بلاد. سخطة لم يستطع حتى الدوران، إنه يخاف من السيارات وصوتها، يخاف من صوت السيارة. الآن انظروا إلى خوفه، انظر إلى الدراجة النارية قربه وهو إنه خائف ويريد أن يبكي. في هذه اللحظة نلاحظ أن ديابلو يريد البكي، أن يبكي. لا تبكي يا ديابلو، لا تبكي ولا تخاف. نتمنى ولو حركة واحدة تثير الأنظار. فيديو جامد ناشف كما نقول باللغة المغربية، أي لا حياة فيه، لا تدب فيه الحركة، فقط صوت المعلق ألا وهو يوسف زامورانو الذي يسحفنا. صوت المعبر تقريبا أجمل من صوت الشوالي. وهذا كلمة ماشي قلتها من نفسي، ولكن قالوا شهدوا بها ناس كتار. سمحوا لي إذا بنقول الكلمة الأخيرة لديابلو على هذا الأداء الجبار، الأداء الهائل جدا. حركات هائلة. ماذا تصنع يا ديابلو؟ إنك فارس مغوار. حركات راقية رائعة. تملك نفسك يا ديابلو، إنك تمشي بسرعة خطيرة. لاحظوا سرعته مقارنة مع سرعة الخيل، إنه سريع جدا. يقول الفينيش. ماذا تقول كآخر كلمة لك يا ديابلو؟ نرجو كلمة أن تكون كلمة معبرة وذات صوت رنان. ماذا تقول يا ديابلو؟ اش غادي نقول لك اخويا؟ اليوم كان الجو شويه ساخن، ودرت فيها كل ما بامكاني باش نقدر ننال الاعجاب ديال الجمهور ديالي الحاضر. شوفوا الجماهير، تبارك الله. الحاسوب فاعود، سمحوا لي ما يمكنش تشوفوا كاع الجماهير. رجعوا لي الجمهور، انا ما يمكنش لي نكون انا في هذا الملعب. كنشكر الجمهور، كنشكر الجماعات المحلية اللي هي تلك المكان كنسهر على هذا الصور كامل. كنشكرك انت يا سي شوالي، ربي يخليك. هذا يوسف زامورانو المغربي
بسلامة أخويا. بسلامة سيدي أبلون، إلقاء نظرة أخيرة على سكر، وداع، باي باي ديابلو.